رمضان أيام لا تعوض، وهي من أيام الله. ومن المعاني العظيمة التي نأخذها من هذا الشهر الكريم الجود والإحسان، الصدقة، البذل، العطاء. الصدقة دالة على شرف نفس صاحبها، وهي برهان له وحجة على صدق إيمانه. يأتي صاحبها في ظلها يوم القيامة تفديه من عذاب الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. تقي مصارع السوء وتكفر الذنوب وتطفئ غضب الرب وتبارك في المال وتزيد في الرزق، وخلف على صاحبها يقبلها ربنا ويربيها لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل. التمرة تصبح أعظم من الجبل. الله قال ويربي الصدقات، من أفعال الله أنه يربي الصدقات. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها، يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. يعني هذا الحصان الصغير كيف يتعاهد وشيئا فشيئا ينمو؟ قال يربي أحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. التمرة تصبح مثل الجبل، رواه البخاري ومسلم. قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك في الحديث القدسي. رمضان شهر الإنفاق، مدرسة الجود والعطاء والكرم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم. ومن الجود العطاء، أنواع الصدقات، المساعدات، تفطير الصائمين، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. كان محمد بن شهاب الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وأبو بكر بن أبي مريم يقول سمعت مشيختنا يقولون إذا حضر شهر رمضان قد حضر مطهر، يسمونه مطهر، ويقولون انبسطوا بالنفقة فيه فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل. رمضان شهر المواساة، سعي على الأرامل والمساكين والمحتاجين، العوائل الفقيرة، مصاريف الدراسة، مصاريف العلاج، إيجارات البيوت، فواتير الكهرباء، الإعانات، أنواع البذل، السلال الغذائية، هؤلاء اللاجئين، هؤلاء المساكين، هذا ابن سبيل منقطع، وهذا ينام على كرتون على الرصيف لأنه ليس له بيت يؤويه. وهذه المرأة هؤلاء أولادها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل المعروف في الدنيا وفي الآخرة، وأن يتقبل منا صالح العمل.